بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في مدرسة تطوير إلكترونية. درسنا اليوم للصف الثاني المتوسط، الفصل الدراسي الأول، في مادة لغة الخالدة، وموضوع الدرس في الوظيفة النحوية الفاعل. إعداد وتقديم الأستاذ حسن القرني. يسعى هذا الدرس أيها الأحبة إلى تحقيق الأهداف التالية: أولا، أن يحدد الطالب أركان الجملة الفعلية. ثانيا، أن يحدد الطالب الفاعل في الأمثلة ويبين نوعه. ثالثا، أن يتعرف الطالب على علامات رفع الفاعل. فهيا معا لتحقيق هذه الأهداف. التهيئة: أستفيد من دراسة السابقة وأكمل المنظم التالي. درسنا سابقا الجملة الفعلية، وعرفنا أنها تتكون من ركنين أساسين، وهما الفعل والفاعل. فالفعل يدل على حدث بالإضافة إلى زمن. وعرفنا أن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: هناك الفعل الماضي، والفعل المضارع، وفعل الأمر. أما الركن الثاني وهو الفاعل، فهو يدل على من قام بالفعل. إذن لو سئلت ما هي مكونات الجملة الفعلية، فالإجابة ستكون: تتكون الجملة الفعلية من ركنين، وهما الفعل وماذا والفاعل. ننتقل لهذه الفقرة. يقول: تأمل الكلمات الملونة في الأمثلة التالية وأكمل الجدول. لدينا هذه الأمثلة ولدينا الجدول، ويريد ماذا؟ أن نتأمل في الكلمات الملونة. هنا الإنسان في المثال الأول، وهنا المصريون في المثال الثاني. ويريد أن نحدد نوع الكلمة وموقعها الإعرابي وحالتها الإعرابية ودلالتها. نأخذ الكلمة الأولى وهي الإنسان. النوع هنا نريد أن نبين نوع هذه الكلمة، هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ فما رأيكم؟ الإنسان هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ نقول هي اسم، إذن نضع في مكان النوع اسم. التي تليها الموقع الإعرابي، ما موقعها الإعرابي؟ جاءت بعد الفعل استخدم، واضح؟ إذن جاءت بعد الفعل استخدم. الفعل استخدم هنا فعل مبني لماذا؟ للمعلوم. إذن نقول أن كلمة الإنسان هي اسم وجاءت بعد فعل مبني للمعلوم. إذن نقول أنها اسم وجاءت بعد فعل مبني للمعلوم، وهو الفعل ماذا؟ استخدم. الحالة الإعرابية، ركز في نطق الإنسان وستعرف حالتها الإعرابية. نقول استخدم الإنسان عربة الخيل في الانتقال. إذن نقول الرفع، لأن الضم ظاهر على ماذا؟ الإنسان. دلالتها الإنسان هنا على ماذا دلت؟ دلت على من قام بالفعل. أي فعل؟ الاستخدام. هنا الفعل استخدم، من الذي استخدم؟ الإنسان، هو الذي استخدم عربة الخيل. إذن هو الذي قام بهذا الفعل. إذن نقول أن الإنسان دلت على من قام بالفعل. أكرر، الإنسان اسم وجاء بعد فعل مبني للمعلوم، وهو الفعل استخدم، وحالته الإعرابية الرفع، فنقول الإنسان لأن الضم ظاهر على الإنسان هنا. ودلالتها دلت على من قام بالفعل. أي فعل؟ الاستخدام، استخدم، من الذي استخدم؟ الإنسان. المثال الآخر يقول: اكتشف المصريون القدماء طريقة صنع العجلة. نقول أن الكلمة الملونة هي ماذا؟ المصريون. نوعها أيضا نقول هي اسم.
وأيضا جاءت بعد الفعل ماذا؟ اكتشف، والفعل اكتشف أيضا فعل مبني لماذا؟ للمعلوم. إذن هذه الكلمة اسم وجاء بعد فعل مبني للمعلوم، وحالتها الإعرابية نقول ماذا؟ الرفع. نقول الرفع هنا ترفع بماذا؟ بالواو. لماذا؟ لأن الكلمة هنا جمع مذكر سالم، بينما في المثال الأول مفرد، والمفرد يرفع بالضمة وجمع المذكر السالم يرفع بالواو. على ماذا دلت كلمة المصريون؟ دلت على ماذا؟ من قام بالفعل وهو الاكتشاف. من الذين اكتشفوا؟ هم المصريون، صح؟ إذن المصريون ماذا؟ فاعل، أو دلت على من قام بالفعل وهو الاكتشاف. إذن ننتقل الآن لنصنع تعريفا لماذا؟ للفاعل. فهيا بنا نجمع صفات الكلمات الملونة في الأمثلة السابقة لنكون تعريفا مناسبا للفاعل. فماذا نقول؟ أولا هو اسم، واضح، وحالته الإعرابية الرفع، فنقول اسم مرفوع. ثم يأتي بعد فعل مبني للمعلوم، واضح. ثم نقول يدل على من فعل الفعل، أو يدل على من قام بالفعل، يدل على من قام بالفعل. إذن هذا تعريف ماذا؟ الفاعل، اسم مرفوع يأتي بعد فعل مبني للمعلوم يدل على من فعل الفعل. إذن أكرر، اسم مرفوع يأتي بعد فعل مبني للمعلوم يدل على من فعل الفعل. ننتقل الآن لهذه الفقرة. يقول حول الفاعل في الجمل التالية أو في الجملة التالية وفقا للمطلوب. اكتشف المخترع أجهزة تفيد الإنسان. اكتشف المخترع أجهزة تفيد الإنسان. يريد أن نحولها إلى ماذا؟ مثنى. فهو يريد أن نحول الفاعل هنا وهو المخترع الذي جاء بصيغة المفرد إلى ماذا؟ إلى فاعل بصيغة ماذا؟ المثنى. فماذا نقول؟ نقول اكتشف المخترعان أجهزة تفيد الإنسان. إذن أين الفاعل؟ المخترعان، واضح، وهي مثنى. علامة الرفع هنا يرفع المثنى بماذا؟ يرفع المثنى بالألف، واضح. إذن اكتشف المخترعان أجهزة تفيد الإنسان، المخترعان دلت على من قام بالفعل اكتشف، وهنا مرفوعة وعلامة رفعها الألف لأنها جاءت ماذا؟ فاعل، فالفاعل هنا مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. هنا يريد أيضا أن نحول المخترع بصيغة المفرد إلى صيغة جمع المذكر، فنقول اكتشف المخترعون أجهزة تفيد الإنسان. اكتشف المخترعون أجهزة تفيد الإنسان. أين الفاعل؟ المخترعون. هنا علامة الرفع ماذا؟ الواو، لأنه جمع مذكر سالم، واضح. فنقول هنا المخترعون، المخترعون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. إذن يريد أن يخبرنا في هذا التدريب بأن الفاعل يأتي على صيغة المفرد والمثنى والجمع، ولكل من هذه الصيغ ماذا؟ علامة رفعه المناسبة. هنا المخترع المفرد يرفع بالضمة، وهنا المخترعان المثنى ترفع بالألف، وهنا جمع المذكر المخترعون ترفع بالواو. ننتقل للفقرة التالية وهي التقويم. حدد الفاعل في الجملة التالية أو في الجمل التالية. الجملة الأولى، استخدمت الشعوب أنواعا من الحيوانات للتنقل. الجملة الثانية،
استفادت الممرضة من جهاز رسام القلب. أين الفاعل في الجملة الأولى؟ وأين الفاعل في الجملة الثانية؟ الفاعل في الجملة الثانية يا أحبة الممرضة، والفاعل في الجملة الأولى ماذا؟ الشعوب. فنقول استخدمت الشعوب أنواعا من الحيوانات للتنقل. إذن أين الفاعل؟ الشعوب. واضح؟ الفاعل في الجملة الثانية الممرضة. هنا الممرضة ماذا؟ مؤنث. واضح؟ لذلك قلنا استفادت. فإذا كان الفاعل مؤنثا يكون الفعل ماذا؟ تلحق الفعل ماذا؟ تاء، تسمى تاء التأنيث. فنقول استفادت الممرضة من جهاز رسام القلب. لو كان الفاعل هنا مذكرا ماذا قلنا؟ قلنا استفاد الممرض من جهاز رسام القلب. واضح؟ إذن هذا الفاعل في الجملة الأولى الشعوب، والفاعل في الجملة الثانية الممرضة. نأتي الآن إلى خلاصة ما تعلمناه اليوم. الفاعل تعريفه اسم مرفوع يأتي بعد فعل مبني للمعلوم يدل على من فعل الفعل. إذن هو اسم ليس فعل ولا حرف، مرفوع ليس منصوب ولا مجرور، إذن حالته الإعرابية مرفوع. يأتي بعد فعل مبني للمعلوم يدل على من فعل الفعل أو من قام بالفعل. أنواعه: يأتي اسما ظاهرا، ويأتي ضميرا بارزا أو ضميرا مستترا. الاسم الظاهر لو قلنا مثلا طلع النور، فالنور هنا اسم ظاهر، واضح؟ أو قلنا نحن فهمنا، هنا ضمير بارز، نا المتكلمين، نحن فهمنا. أو ضميرا مستترا عندما نقول طارق فهم الدرس، هنا الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من؟ على طارق مثلا. علامات الرفع: الضمة والألف والواو. متى يرفع بالضمة ومتى يرفع بالألف ومتى يرفع بالواو؟ يرفع بالضمة إذا كان مفرد، جمع تكسير، أو جمع مؤنث سالم. أما الألف فإنه يرفع بها إذا كان ماذا؟ مثنى. يرفع بالواو إذا كان جمع مذكر سالم أو اسم من الأسماء الخمسة. واضح؟ حكم الفعل مع فاعله المؤنث: تلحق الفعل تاء ساكنة في آخر الماضي وتاء متحركة في أول المضارع. المثال السابق في التدريب الذي قلنا قبل قليل عندما قلنا استفادت الممرضة، قلنا إذا كان الفاعل مؤنثا فإن الفعل يلحقه تاء تسمى تاء التأنيث، فنقول استفادت الممرضة. ولو كان الفاعل مذكرا لقلنا استفاد الممرض. واضح؟ إذن هذا هو درسنا اليوم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله في درس آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.